يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما موقفنا من الصحف في هذا الوقت التي تقوم بشن حرب على المتدينين وعلى الاستهزاء بالدين، وهل من كلمة في ذلك وتوجيه؟ واجبنا اللي يستطيع الرد يرد ويبين الشبهات التي يذكرونها، والذي لا يستطيع الرد يكرهها بقلبه ويبتعد عنها. وأما أنهم يستهزئون بنا ويقولون الحمد لله هذا من صالحنا، نصبر على هذا ونحن على أجر. نعم، استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، استهزأوا بالقرآن، استهزأوا بالصحابة، استهزأوا بالأئمة، هذا ما يضر أبدا، إنما يضرون أنفسهم لا يضرون المسلمين. نعم.